أوقفت البنوك مشاريع وكالة أونساج الموجهة للشباب بفعل ضائقة مالية ما الهدف من إطلاق صيغة التمويل الذاتي بدون قروض؟ أليس الهدف تحريك عجلة الاقتصاد من خلال خلق مؤسسات صغيرة أم أن الوكالة لم تقدر على خلق مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة؟ ماذا حققت أونساج بعد 22 سنة منذ تأسيسها؟ كم عدد المشاريع الناجحة؟ وأين فشلت الوكالة في ظل نفي وزارة العمل أي نية لمسح ديون مساج. ما مصير وأي إجراء ستتخذه الوكالة لأصحاب المشاريع المتعثرة هذه الأسئلة وأخرى نطرحها اليوم على طاولة النقاش مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج مع الحدث لاثراء هذا الموضوع اسعد باستضافه السيده سميره جيدر المديره العامه للوكاله الوطنيه لدعم تشغيل الشباب مونساج مرحبا بك استاذه شكرا على الاستضافه البدايه أخير. البدايه ربما والكل يطرح هذا السؤال الذي يهتم بصيغه اونساج والذي لا يهتم هناك مراقبون من يطرحون اسئله كثيره هي انه ما تاثير الذائقه الماليه او الازمه الماليه التي تمر بها البلاد على وكاله اونساج هل حقا اوقفت البنوك التمويل تمويلات اونساج قبل آه. قبل شيء حبيت نذكر باللي جهاز لونساج او اجهزه الدعم اللي وضعتها الدوله هي راهي في الميدان وهي تنشط تنشط بصفه عاديه واليوم نقول باللي البنوك ما وقفتش التمويل تاع المشاريع تاع لونساج او لاكناك ولا أو ايضا لونجام هنا مرافقه البنوك للمشاريع اللي شباب حبي يعني يقوم بها عن طريق اجهزه الدعم راهي البنوك الوطنيه هي تدعمها وراهي تكمل في في التمويل وايضا ما كانش حتى حاجه يعني اللي مست الازمه الاقتصاد ما مستش اجهزه الدعم اليوم كل المشاريع يعني وين الشباب راغب انه ينشا مشروع عن طريق اجهزه الدعم هنايا عندنا الامكانيات اننا نرافقوه واننا نمولوا المشروع تاعو الا انه لازم يكون مشروع عنده علاقه وعنده مكانه في على المستوى المحلي يعني يجيب ان بلوس على المستوى المحلي وحنا الوكالات المحليه ترافق كل المشاريع اللي لوكال محتاجتها طيب هذا بصفه مباشره لم توقف البنوك لكن البنوك تعاني من ازمه تمويل تمويل المشاريع الكبرى لديها تمويل كذلك استثمارات اخرى هو هل خفضت بطريقه غير مباشره هل خفضت البنوك تمويلات المواجهة لدعم تشغيل الشباب في اطار صيغه أونساش؟ لا يعني البنوك اليوم راهي ترافق كل المشاريع اللي الشاب تحصل على موافقه اللجنه المحليه باسكو على مستوى كل ولايه هناك لجنه اقتناء وتمويل المشاريع هذه اللجنه هي اللي تقرر اسكو لو بروجي فاتخ او با لي وهذه اللجنه هي متكونه من البنوك الخمسه العموميه، يعني لابادر، سي بي البي في هذه النقطه بالذات دورينا عن المقاطعه، لكن هناك من يرى البيروقراطيه الموجوده او تاخر البنوك في اعطاء الموافقه النهائيه او تسريح القرض، ما فهم من قبل بعض المستفيدين او المستفيدين المستقبليين. في هذا الإطار أنه هناك عودة إلى الوراء تخفيض عدم الموافقة عدم الذهاب نحو تمويل هذه المشاريع لا لا يعني كي يكون لـ لـ كل مشروع يتحصل على موافقة اللجنة لتمويله هنا يتحصل على الموافقة البنكية يعني والمدة دراسة الملف على المستوى البنوك هي محدة في القانون يعني كل بنك عنده الحق يدرس الملف تاع الشاب في غض شهرين يعني مدة شهرين البنك ترجع الموافقة للشاب المستثمر يعني هذا الشيء اليوم ما أنا نشوفو ما كانش يعني مشاريع وين رفضتها البنوك وقالت لك من ون 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 ما فيها التمويل لان كل المشاريع اللي فاتت على اللجنه اقتناء واللي بنك هما ممبر دو سيت كومي... دو سو كوميتي وي هما اللي قروا اسكو لو بروجي فايتخ او با، يعني الأعضاء اللجنه هما يعني متكونين من البنوك وايضا اعضاء اخرى يعني كا لو غوبيزون دوالي كاين السي ان هادو مع المستوى المحلي يقدم الشاب المشروع تاعو وبحضور الشاب يعني على الشاب هو تقديم فكره المشروع ديالو على المستوى اللجنه، كيشوفوا بلي هذاك المشروع يقدر تكون عنده مكانه على المستوى المحلي هنا البنك في هذيك في او مومون دو التم البنك يقرر شكون يفينونسي هذاك البروجي يعني ديجا يكون عنده أنا في بريالابل قبل ما ي... ما يدفع الملف تاعو طيب في اطار سياسه ترشيد النفقات في اطار سياسه التقشف المتبعه من قبل الحكومه هل هناك ربما مبلغ مالي او قيمه محدده تفرضها البنوك على الوكاله من اجل ربما دعم هؤلاء, هؤلاء هذه الفئه من الشباب مثلا تحديد نسبه معينه من من الملفات لتمويلها في اطار سنه او سنتين او ثلاث لا. سنوات او اخرى هي يعني جامي اون يعني وين لي بونك يعني ديتيرميني لو لا نومبر لانه كانت الى اليو اليو اليوم الى يومنا الى يومنا هذا ما كانش ما كانش بنك حدد لنا قيم نسبه يعني الملفات اللي راح يمولها ما كانش يعني كل الملفات او كل المشاريع اللي يتحصلوا على الموافقه على مستوى اللجان المحليه هما سي دي بروجي ا فينونسي بارلا <applause> يعني ما كانش يعني آه نقولو باغ اكزومبل لاباط تقول لك انفينانسي طون دو دو, دو هذا العام هذه ما مت تحددش من من أو يعني ما أي كل المشاريع اللي تحصلوا على الموافقة اللجنه هي في الآخر تحصل على التمويل عن طريق البنك طيب في احنا نتكلم على المشاريع ومشاريع المحليه هل هناك مشاريع منتجه من قبل الشباب الجزائريه اليوم ام الان مشاريع التي تمول الا في في مجال في قطاع الخدمات مثلا الان البلاد تمر بازمه ماليه تبحث عن مشاريع منتجه تبحث عن مؤسسات صغيره ومتوسطه وكذلك ميكرو انتربريز مثل ما تمولونه انتم لكن شفنا وشاهدنا انه كانت في السابق تمويلات موجهه لقطاع على الخدمات، هل اليوم شباب الجزائري يبحث أو يطرح فكرة مشاريع منتجة؟ نعم، يعني اليوم التوجيه قبل ما يعني ما نجاوب على السؤال ديالك، حبيت نذكر باللي اليوم في جهاز لونسيج أن، أو جهاز لاكناك أيضاً يعني نفس الأجهزة، أننا نفترض على الشاب أنه لازم يكون عنده تكوين. يعني هو شرط من شروط أنه باش يتحصل على امتيازات هذا الجهاز، أنه يكون عنده تكوين جامعي أو تكوين من التكوين المهني. المهني هذا اساس النجاح ديالو في المستقبل كل سوا بور لا كرياسيون اكتيفيتي يعني لانشاء مؤسسه مصغره او نجاح تاعو في الحياه العمليه يعني التكوين هو اساس نجاح الشاب الجزائري اليوم من بين الشروط قلت لك باش يتحصل على الامتيازات الجهاز انه يكون خريجي الجامعه او يكون خريجي التكوين المهني التكوين المهني والتوجه اليوم تاع الشباب الاغلبيه يروح فير لو يعني قطاعات وين يعني الدولة أعطت لهم أهمية أولى، واحنا الأجهزة الدعم يعني رافقنا شباب وعطينا لهم المعلومات الكافية باش يروحوا تكلمتي على الفلاحة، الفلاحة تمر بيطف... هناك تفرع في... وتطور. وفي هذا القطاع خلال السنوات الاخيره الان ما هي المشاريع التي تمولونها وف... تمولونها في قطاع الفلاحه هي مثلاً... في قطاع الفلاحه هناك العديد من المشاريع اللي نقوموا هيت... يعني بتمويلها يعني ديجا il faut prendre en considération chaque région la spécificité de la région كاين وين دي ريجون وين فيهم تلقاهم سي دي ريجون أه تاع لاغريكولتور فيهم تاع لولفاج كاين وين كاين تاع يديروا الاستغلال الاراضي الفلاحيه وكاين وين يديروا ليلفاج كلكو سوا بوفان ولا l'élevage يعني d'autres ايلفاج حنا الموافقه تاعنا تكون حسب طبيعه المنطقه ون الشباب المكون في في هذا لو دومين تاع لاغريكولتور كلكو سوا دي ولا يكونوا اللي يستغلوا الارض الفلاحيه طيب في قطاع الصناعه في الصناعة هناك في الصناعة كنشوفوا العديد من المشاريع اللي راه يقوم بها الشاب الجزائري يستثمر فيها هي كالصناعة التحويلية باغ اكزومبل ا تيتر ديكزومبل ناخذوا لي بتيت اندستري دو ترونسفورماسيون نشوفوا كيما اليوم المواد يعني كيما يقولوا تاع لا ولا اليوم التصدير الاستيراد تاعها راهو ماوش كاين اليوم المؤسسة المصغرة هذه كاين العديد من, مش من الشباب راحوا في هذا لو سيكتور لاكتيفيتي ونجحوا فيه وراهم يروجوا المنتوج تاعهم على المستوى المحلي وايضا على المستوى الوطني طيب إحنا... كما نعطيك نعطيك ان اعطيت اكزومبل او سي باغ اكزومبل في لاغيكولتور اليوم كي نشوفوا منطقه فلاحيه يعني هنايا يعني ندعموا الشباب انه يروح <applause> في لا كرياسيون داكتيفيتي في السيكتور اغريكول باسكو لا ريجيون فوكاسيون <غير> اغريكول وايضا لازم ندعموا En parallèle, le secteur de l'industrie. Parce que, l'agroalimentaire. il y les produits agricoles. سي بور سا الشباب توجور ندعموهم اننا باش يروحوا فيغ لا كومبلينيريتي تاع لي زاكتيفيتي اغريكول في لا ترانسفورماسيون. تكلمتي على فاتوره الاستيراد، هل تفاعلتم مع قائمه قائمه الحكومه التي منعت من خلالها اكثر من 851 منتوج، هل الوكاله تفاعلت مع هذه القائمه من اجل ربما ادراج مشاريع <applause> مشاريع من اجل ربما اكتفاء تحقيق اكتفاء في هذه المواد نعم بيان سور يعني هذيك القائمه اون لا وايضا ميم الشاب الجزائري هو يعني افل... يتبع لاكتواليتي يعني هو ثاني شاف وين المواد اللي راهي ماهيش حتدخل الجزائر راح قام هو بحد ذاته في البحث وشاف باللي واش يقدر يعني يرياليزي اترافيغ لي ديسبوزيتيف دو ليتا لي بتيت زونيتي دو دو, دو فابريكاسيون يقدر يتحصل على العتاد ويقوم بالمساعدة ما في الاقتصاد الوطني طيب في في نفس الاطار كذلك فقط الان هل المشاريع التي تم تجميدها حقا تم رفع بعض المشاريع في بعض الولايات هي المجمدة في هي, 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 اهم المشاريع التي تم اقصاؤها من تمويلات هي هي الـ هي لي زكتيفيتي حنا نهضروا كل, يوم نهضروا على اون ريغولي لي يعني واليوم كي تكون يعني بلديه محتاجه الى مشروع ما اللي راح يساهم في التنميه المحليه تاع هذيك المنطقه حنا اترافير لو ديسبوزيتيف نرافقوا الشباب باش يستمر يستثمر في هذاك النوع من النشاط واللي يكون ما يكونش اوفير اتول موند يعني نشوفوا على حسب احتياجات المنطقه وحنا نرافقوا الشباب اللي راغب فاش يروح في هذاك لو كرينو وايضا وعلى المستوى المحلي كل يعني الوكالات المحليه تاعنا او تاع لاكناك طلبنا منهم انهم يقوموا بالكارتوغرافي دي زاكتيفيتي وهاد لاكارتوغرافي دي زاكتيفيتي راح تمس كل البلديات وعن طريق لا كارتوغرافي كي فيناليزيو لو ترافاي ا ترافير لا كارتوغرافي دي زاكتيفيتي هادوما نقدروا نعرفوا احتياجات كل بلديه بالنسبه لكل نشاط ولتما لوريونطاسيون دي جون, جون فيغ لي بورتوز اللي راح يكون عندهم يعني مكانه على المستوى المحلي يترافقوا عن طريق الوكالات المحليه تاع اجهزه الدعم. طيب ما هي اهم المشاريع التي اوقفتم هي يعني النقل النقل البضائع هو موقف منذ سنين وماهوش مفتوح اليوم باغ كونتخ نعطيك على تيتخ كيما نقولوا نقل المسافرين. نقل المسافرين ايضا سيت اون اكتيفيتي اللي ما راناش حاليا. بصح لو كان نلقاو باغ اكزومبل اون كومون الوانيه وين محتاجه الى النقل المسافرين وين لا ديريكسيون ترونسبور يعني وتقول لنا باللي ريالمون يا ان بوزوان في هذيك لا ريجون هنا ما كاش مانع اننا نرافقوا شاب او اثنين او ثلاثه من ولاد المنطقه باش يستثمروا في هذا المجال من النشاط. طيب بالنسبه للمهن الاخرى او المشاريع الاخرى المجمده والتي لن تعود كأس سيارات كأس سيارات, آه كي سيارات كان كان هناك عدة مشاريع نعم هذه آه الأورينتاسيون دي ديسبوزيتيف يعني أجهزة الدعم هذه يا, يا يو أورينتاسيون تاع اجهزه طيب نوضح الصورة فقط لهذا نعم نعم اليوم اليوم لو ديسبوزيتيف راهو هنا باش يشارك في في المشاريع يعني في تمويل المشاريع اللي تشارك في الاقتصاد الوطني في الاقتصاد المحلي وفي التنمية المحلية عن طريق بيان سور لاندستري لي سيكتور اللي عطات لهم الدولة أهمية هي لاغيك

نتكلموا على المشاريع الناجحه في هذا الاطار هل نجحت هذه المشاريع التي تمولونها في الاونه الاخيره نعم تكلمتي على الفلاحه تكلمتي نعم على هناك العديد من من المشاريع تكلمتي كذلك في قطاع الصناعه نعم هناك العديد من المشاريع اليوم راهي تنشط على المستوى المحلي وين المنتوجات تاعها بالك يعني في لونفيرونمون ديالك بالك تشوف هو انتاج راك تستعملو بصح هو بالك ما تعرفوش باللي انتاج من طرف مؤسسه مصغره تاع لونسيج ولا تاع لاكناك ولا اليوم كاين العديد من المنتوجات اللي راهي في السوق هي منتوجة منتوجات من طرف المؤسسة المصغرة في يعني في العديد من مجالات الاقتصادية نقدر نقول لك فمثلا في الصناعات نلقى تعفلاقور أليمونتير نلقاوها نلقاو ايضا في لي ديتيرجون باغ اكزومبل يا بوكو دو ديتيرجون نلقاوهم في سوبر سي انتاج تاع مؤسسات مصغره اليوم في لي تي نلقاو ايضا هناك العديد من الشباب اللي استثمر في با اكزومبل الاي كوميرس كاين هناك مؤسسه مصغره اللي راحت هي فيغ هاد لو كرينو نلقاوهم في سيت انترنت يخدموا لي سيت انترنت نلقاو يعني يعني العديد من مشاريع وين ديزيدي دو دي بروجي اللي كانت قبل ما نشوفوهاش با في الميدان اليوم الشاب الجزائري قدر يعني يدخلها للسوق الـ 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 الوطنيه على سبيل المثال نعطي لك كانت Vous n'avez qu'à des idées de projets de jeunes qu'on a reçu au niveau des dispositifs, quand l'activité, l'initiative, ne se trouve pas dans la nomenclature des activités de la CNRC. Parce que le chef, pour créer une organisation de la CNRC, doit prendre l'activité, l'initiative, de la CNRC, dans le cadre du commerce. Il est soumis à un registre de commerce qui est une activité commerciale, bien sûr. Il y a des activités où le chef a une idée de projet, mais il ne le trouve pas la CNRC. On en a entaillé l'idée de projet DLO. T'as c'est une idée innovante. On a bien sûr parce que le dispositif envisagé, on a le volet le voisin le DMC, ben, on est parti sur le terrain. On est parti avec nous des partenaires et on a, parmi les partenaires et on a, c'est un dossier, c'est le tissage. On a des messages entre nous et entre eux, des séances de travail. On a intégré des codes d'activité. في لا دي سي ان ار سي لي دو بروجي تاع الشباب الجزائري. طيب لما تكلمت لك على نجاح هذه المشاريع لانه عاده ما يطرح الشباب حاملية المشاريع مشكل تسويق منتجاتهم، هل ترين انه ربما مع تخفيض مع آآ آآ تجميد استيراد بعض المنتجات المصنعة محليا ساهمت في تسويق منتجات المؤسسات المصغرة نعم اليوم نشوف بلي أن المؤسسة المصغرة قدرت تسوق المنتجات تاعها باسكو يا ان بوزوان كو سوا لو برودوي ديالو وشنو على الشاب انه يعني يحرص على الماركتينغ ديال تاع 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 المنتوج تاعو وتسويق المنتوج تاعو وايضا لازم ميم لومبلاج تاعو لازم يعمل في هاد في هاد في هاد لو كرينو ما يخليش يعني ينتج على الطريقه الكلاسيكيه باك لازم يلعب دور كبير في الماركتينغ ديالو لازم يدخلو في المؤسسه المصغره ديالو سي امبورطون باش يقدر يبيع المنتوج ديالو هذا بالنسبه للتسويق لكن ربما لو تعطينا رأي أو تعليق بخصوص هناك من يقول أن غياب المراكز التجارية الكبرى في كل الولايات حالت, حالت دون تسويق منتجات أونساش هل توافقنا الراي هذا القائد؟ اليوم... لانه لانه المراكز التجاريه الكبرى والمساحات الكبرى تساهم بشكل كبير في ترويج لمنتجات الصغيرة ومنتجات هي, هي... المساحة ترويج المساحة. ترويج المنتوج ما راح يكون غير لي كونت سيرفاس يعني ترويج سي بيان تروفي لو برودوي نعم بصيغه اكبر بصح ربما... يعني هو لازم تكون عنده نظره شامله انه يقدر يروج المنتوج تاعو على المستوى المحلي ومن بعد يقدر باش يكبر باسكو تشوفها مؤسسه مصغره اليوم راح تنتج على المستوى المحلي وسي نورمال لازم يشوف كبير باش يقدر ينجح في المشروع ديالو واليوم يروج المنتوج تاعو على المستوى الجهوي وباغ على المستوى الوطني. الوطني. يعني كي يبدا ديجا يبيع المنتوج تاعو ويقدر يلقى تاعو في السوق المحليه ديجا سيت اون غيوسيت اون بروميي ليو ومن بعد كيروح الجهويه باسكو شفناهم في الميدان العديد من مؤسسات المصغره كنت سالوهم على الترويج المنتوج تاعهم يقول لك اليوم كنت كنت في, الولايه ديالي اليوم راني نبيعوا في الولايه الفلانيه وفي الولايه وراني نونفيزاجي اننا نلقاه كاع في التريتوار ناسيونال يعني تكون عندهم هذه النظره وهذا التوجه سي بور سا العديد من المؤسسات المصغره يعني اللي جاز تاع لو ديسبوزيتيف اونسيج اليوم المنتوج تاعها نلقاوه طيب في هذا الاطار هل يعيق غياب المساحات التجاريه الكبرى في الولايات؟ نتكلم كذلك على الولايات لانه اغلب المراكز التجاريه الكبرى موجوده في العاصمه فقط ربما بعض الولايات في الكبرى لكن لن نشاهد او لم نشاهد استثمارات في مجال المساحات التجاريه الكبرى في انا نقول لك باسكو كيما يقولوا تكلموا تسويق تسويق نعم نعم التسويق احنا اليوم ما جانيش سي فري كان كيلكو يقول لك عندي ديفكولتي باش نبيع المنتوج ديالي، بصح هناك العديد من يعني من الشباب قدر يبيع المنتوج تاعك، نعطي نعطي لك ايضا حل من الحلول اللي يقدر يروج به المنتوج تاعو الشاب، على مستوى جهاز لونسيج قمنا بانشاء اون بلاتفورم.

تاع هذيك المؤسسه المصغره ويقدروا يخدموا اون بارتناريا وهذا هو لوبجيكتيف تاع طيب هذي لا طيب هذه القضيه الرقميه هل هي متوفره الان مت... حاليا؟ متوفرة. نعم عندها اكثر من من سنه هي راهي سور لو سيت انترنت وين لي جون راهم يديرو فيها غراتويتمون وين يتحصلوا ام اما على يعني دي كليون tarif, il y a des clients hors micro-entreprise, y a des SSA de Moussara, ou des clients de Par exemple, à titre d'exemple, une micro-entreprise qui traduit le granulé, la récupération plastique, ou qui sous forme de granulé, il y a autre, la fabrication d'articles. وين تحتاج المد... هذه الماده الاوليه هادي دي دي يعني في هذه لا بلاتفورم هذيك المؤسسه المصغره اللي سجلت روحها واللي راهي دير لا ريكوبيراسيون دو بلاستيك اللي راهي يعني نشاطها يدخل في لونفيرونمون في لونفيرونمون انه مؤسسه اخرى مصغره تقوم يعني بشراء هذيك الماده الاوليه اللي تنتجها المؤسسه المصغره الاخرى وتكون عندهم شراكه هاد لا بلاتفورم حتسهل عليهم ترويج المنتوج تاعهم ودو فير لا دو لو برودوي هذا في هذا في مي... يعني عطيت لك في ميدان الصناعه الصناعه ولا ايضا في مي... في ميدان الخدمات ميم او نيفو دو 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 درنا اون ابليكاسيون يعني وهذيك لابليكاسيون خدموها لي زانفورماتيسيان دو لاجونس يعني خدمناها اون انترن اللي, راي... اللي 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 خدمه هاد لابليكاسيون سي اون ابليكاسيون اندرويد كل يعني كل المؤسسات المصغره المموله في اطار جهاز لونسيج انهم راهم تلقاهم في الخدمات يعني في قطاع الخدمات تلقاهم في هاد لابليكاسيون اليوم ان سيتوايان باش يحوس على ان بلومبي ولا على ان بانت ولا على ان ميدسان ولا على لاخور يدخل لهاد لابليكاسيون تاع خدمه لي تيليشارجيها غراتويتمون في البورتابل ديالو وهنا يتحصل على كل العناوين تاع المؤسسات المصغره اللي تنشط في هذاك النشاط في هذيك الخدمه المطلوبه من لو سيتوايان هذا واش حبينا احنا حبينا ديجا في هذا لابليكاسيون نسهلوا لو سيتوايان باش انه يحوس على بلومبيي ولا يحوس على خدمه من خدمات يستحقها انه يدخل لهذه لا بلاتفورم يلقى كاع المؤسسات المصغره المموله في هذاك النشاط وايضا بالنسبه للمؤسسه المصغره المموله عن طريق لونسيج انها اترافير سيت ابليكاسيون تروج على ترويج يعني الجانب. تحصل على ان بلون شارج من من عند لو سيتويا هذا هو يعني المغزى من انشاء هذا التانيك لا اللي وسمها خدمه اللي تساعد الشباب للحصول على الان بلون شارج طيب وانت تكلمي على الحركيه ما بين المؤسسات المصغره في اطار المموله في اطار اونساج هل الان هناك توجه او هناك ديناميكيه كذلك في مجال الدفع نعم بالنسبة للمؤسسات نعم. الصغيرة نعم. هل المؤسسات نعم. هذه تسدد ما عليها من نعم. من من ديون هناك العديد من المؤسسات راهي 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 تسدد مم. في الديون ديالها من ما يخفالكش اننا كل مؤسسة مصغرة يعني تنشأ تقدر تتعكر في الـ في الـ في لو بالاكسبلوتاسيون دو سون اكتيفيتي طيب يعني نبقى في في التسديد التسديد في في 2000 حتى 2017 84% كان لو تو دو روكوفمون دو لونسيج يعني هذا شيء جميل يعني باش تشوف باللي ان الشباب الجزائري اللي استثمر في اترافيغ لو ديسبوزيتيف اونسيج قدر يرجع الديون ديالو وكاين فئه من الشباب اللي ما قدرتش ترجع بيان سور لا كاس لازم تكون ما تقدرش من ما نقدروش ننشئوا مؤسسات مصغره ينجحوا 100% طيب في هذا نعم. الاطار ساعود نعم. الى قضيه المؤسسات المتعثره نعم. قلتي انه 84% سي تي لو تو سي تي لو تو دو 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 ريكوفرمون تاع الديسبوزيتيف اون ساج في 2017 من اين تمول وكاله اون ساج هذه المشاريع؟ هل هناك تمويل ذاتي نعم صندوق نعم او حساب هي التمويل تمويل المشاريع اليوم في في الجهاز لونسيج هي لانه 30% نسبة فقط من نسبة نسبة, نسبة من التمويل تاع المشاريع تاع لونسيج هي من نسبه منها تجي من المحاصيل تاع التحصيل يعني <تصفيق> البروديوية البروديوية <تصفيق> لي برودوي دو غوكوفغمون داكوغ كي نعاودو لي ريكبيرا بهم لي نفينونسي دوط بروجي داكو يعني الوكاله ما تاخذ حتى سنتيم من خزينه الدوله لا او لا لا من لا من ولا لا ديفيرونس نديوها من خزينه الدوله وهاد ال... هادو ما حصل تاع التحصيل هما دراهم <من> الخزينه العموميه يعني كي كون... كي ندخلوا الغوكوفرمون نعاودوا نرجعوا للخزينه العموميه ونعاودوا لي ريكوبير باش نفينانسيو به دوت بروجي هما يقعدوا توجور دراهم الخزينه العموميه طيب. <applause> لونساج ما عندهاش اموال تاعها خاصه كل الاموال اللي لت... لت... اللي تمول بها مشاريع لونسيج هي من الخزينه العموميه فيها نسبه منها تاع لي برودوي دو هل وصلت الى الى حد استقلاليه في تمويل تمويل هذه المشاريع؟ هي قريب نلحقوا الاستقلاليه تاع تمويل المشاريع رانا في يعني باسكو لو تو دو ولا الدراهم اللي ندخلوهم راهم ي... يلحقوا اننا فينونسيو لا ماجورتي دي, دي بروجي اللي راهم اليوم عن طريق جهاز لونسيج طيب. وهذه هي لا استراتيجي تاعنا اننا ان شاء الله نلحقوا بين تو لي بروجي اللي يتفينونسير يتفينونسير من لي برودوي دو يعني ما نفي با ابل للدراهم تاع الخزينه العموميه واليوم يعني نقولها ونعاودها ما عندناش مشكل تاع تمويل المشاريع كل شاب راغب انه ينشا مؤسسه مصغره وين البروجي تاعو يلي بيان اتيدي مرحبا به. نرافقوه ونمولوه بكل ارتياحية يعني الوكالة لم تتأثر بالأزمة أو ذائقة المالية لا أبداً طيب نتكلم على المشاريع، هل هناك تسديد دوري لل نعم تسديد على هي الناجحة؟ هي التسديد يكون دوري، هي يعني مم. الشاب كي يتحصل على التمويل نعم لا تكلم لك دوري يعني لا. هناك التزام من قبل الشباب نعم. في في التسديد نعم هو نعم مم. الشاب كل شاب يتمول عن طريق جهاز لونسيج، أنه في الأول ديجا يل رمبورس لو كريدي بونكار ديجا اليوم في 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 لو روكوفغومون ديجا عنده ثلاث سنين ما يخلصش الشاب الدين تاعو يعني يمارس النشاط تاعو بارتياحية ا بارتي دو لا كاتريام حتى السنة الثامنة يخلص هذا في التمويل الثلاثية يخلص يرومبورسي لو كريدي بونكار بعد ثمن سنين يجي لو رومبورسومون دو بخي اونسيج تاع تاع لونسيج يبدا من السنة التاسعة إلى سنة 13 يعني الشاب عنده مدة 13 سنة باش يرجع الدين البنكي القرض البنكي وأيضا القرض تاع لونساج. طيب نحن الان نتحدث عن مشاريع اونساج التي المشاريع التي مولتها اونساج سنه 2009 2008 نعم هذا التسديد اللي, اللي تكلمي عليه هنا هذه هن المشاريع اللي تمولت قبل 2011 هي ما كانتش عندها نفس الامتيازات نعم. كالمؤسسات اللي تمول اليوم يعني هذا مش... ما نشوفوش اننا يعني يعني هذه نشوفوها باللي لو ديسبوزيتيف اونساج عنده وقع 21 سنه هو في الميدان يعني اشاك فوا كاين اون دو ديسبوزيتيف كل يوم الديسبوزيتيف هذايا نادابتيوه او بوزوان دو تيغان هذا هو اللي لاغو وتحصل على يعني امتيازات افيغ ميزور جديده اللي تساهم واللي تسهل تسهل للشاب انه يمارس النشاط تاعو او ينشا مؤسسه مصغره ديالو وينجح فيها هذاك الشيء اللي خلانا نطوروا الجهاز تاعنا اشاك فوا في القبل نعاود نولي المؤسسات المموله قبل 2011 كانت مده التسديد ديالهم هي كان عنده خمس سنين البنك وخمس سنين لونسيج افيك اون اني دو ديفيري بعد 2011 لو دي في غادا رجع ثلاث سنين يعني المؤسسات المنشاه بعد 2011 راهي تمارس نشاطها بارتياح يعني ثلاث سنين ما تحوسش عليه البنكا ما تحوسش عليه لونسيج نحوسوا عليه غير سوغ لو انها اسكو المؤسسه راهي قائمه اسكو المؤسسه راهي تنشط وما عندهاش مشاكل باغ كونتخ في لوكوفغومون ولا لومبورسومون ما ما راح تحوس عليه البنكا ني لونسيج المؤسسات قبل 2011 خممنا شفناهم باللي كانت ماشي كلها اللي طاحت في دي ديفيكولتي باش ترجع الدين ديالها هناك بعض المؤسسات اللي ما قدرتش تسدد الدين ديالها هنايا درنا ان كونفونسيون مع البنوك الخمس البنوك اللي نتعاملوا معاها وين عطينا لهم أه... ان ريشلونمون دلا ديت اللي حبي يدي ان ريشلونمون دلا ديت تاعو تاع الكريدي مع مسح غرامه التاخير <applause> باسكو على بالك ما يرجعش الدين تاعو في الوقت، راح يتراكم عليه غرامات التأخير، وهذوك غرامات التأخير راهي عبء على الشاب باش يقدر يكمل في النشاط ديالو. هنا قررنا أننا قبل 2011 المؤسسات البينيفيسي من هذا لافونتاج، أنها يتقبل تقبل ان ريشلومو، ويمسحوا لها غرامات التأخير. وافيك يديروا لها ان نوفو ايشيونسي دو رمبورسامن. ولا انها ترجع الدين ديالها هو عنده اختياريه للشابه يرجع الدين ديالو وايضا نمسحوا له التاخير ولي بيناليتي دو طيب هذه المشاريع المتعثره لا. ربما تشكل 16 ب 10% عشرة عشرة هي على حساب لو فون دو بالامس خرج المستفيدون من وكاله رونساج وكراك وانجام كذلك في مسيره في ولايه تيزي وزو طالبوا بمسح ديونهم هل ممكن ان تمسح الوكالة ديون هؤلاء احنا ما نمسحوش ديون بالنسبة بالنسبة إليهم هم مشاريع متعثرة هي شوف المشاريع المتعثرة هاد الديسبوزيتيف نها كاين دا اون باراليل يا لا كرياسيون تاع لو فون دو غارونتي داكور هذا لو فون دو كل مؤسسة متعثرة ولا ما قدرش يعني الشاب يكمل في النشاط ديالو سي لو فون دو غارونتي كي انترفيان كيفاش كيفاش لانترفونسيون تاع الفوند غارونتي هنا المؤسسه المصغره ما مشي كلهم ينجحوا معليش كاين كاين نسبه تاع 10% اللي ما لقاوش يعني ما قدروش يكملوا في, في في نقص الخبره ربما العوامل ك... العوامل هذا هذا في لو موند اونتي نلقاو ان المؤسسات المصغره تموت وكاين الاخرى تتن... تحيا وكاين واحد اخرين يك... يكبروا يرجعوا دي زونتربريز ولا هنا هذيك المؤسسات اللي ما نجحتش كاين لو فون دو غارونتي كي لي برون شارج كيفاش باسكو في بدايه المشروع الشاب هو le fonds de, de garantie il cotise le de garantie 0,35% du montant du crédit bancaire c'est comme ça que la du crédit bancaire la banque le fonds de garantie le fonds de garantie fait un comité il va étudier bien sûr il vérifier l'entreprise il ليكزيستونس تاعها وايضا يراقب وجود العتاد اللي تحصل عليه عن طريق الجهاز هنايا باغ لا سويت يديروا بيان سور ان بي في كامل لو كوتي ادمينستراتيف يخدموا لو دوسي تاعو يقدموها عن طريق لو كوميتي لو كوميتي فا جوجي اسكو هاد لا ميكرو انتربريز فات اتر اندمنيزي كي تندمنيزا لا ميكرو انتربريز كيف تندمنيزا الفوند غارونتي يخلص لا بنك اوتور 70% من قيمه القرض البنكي صافي دير لا بنكي يبقي لها 30% خساره تاع القيمه القرض اللي قدمته للشاب ومن بعدك لو فون دو غارونتي فا سيزير ليكيبمون يديه العتاد هذاك ويبيعه في المزاد العلني باسكو لا ميكرو مات لماذا لم يلجا الشباب الى صندوق ضمان القروض؟ حنايا اشاك فوا اون اي تفسير اي تفسير كيف, أنا... كيف تفسرون هذا لانه بالك إنو... بالك آه. نقدر نقول لك بيدخ لا ميكرو انتربريز الا انسيست حبت العاده تاعها وحبه بالك تعاود تنطلق في النشاط هنا نقول لهم ما كاش مشكل يعني تقدر البنك في في هذه الحاله ان البنك يقدر انه يرافق المؤسسه المصغره اترافير ان ريشلونمون دو ديت حتى وين يعني تتحصل على مشاريع وتتعاود تحيا المؤسسه المصغره وي رومبورسي لو كريدي بونكار و لو سيج يعني الشاب اللي عنده النيه انه يكمل في النشاط تاعو ابواب الوكاله مفتوحه و جو سوي سور اي لا بنك لا ميم شوز يعني ميم البنك ابوابهم مفتوحه بالنسبه للمؤسسات اللي عندهم دي ديفيكولتي طيب واذا لم تمسك هؤلاء بمطلب مسح الديون هل ربما حيكون هناك حل اي مصير لهؤلاء حلو لانه حلو آه منذ 2012 و2013 2014 تشوفوا هذا المطلب آه لم يتغير نعم بصح هنايا هذا الشيء ماهوش يعني ما تشوفوش باللي كاين العديد من المؤسسات يعني مالغري هذا المطلب راهو كاينه من طرف الشباب وانا نشوفوه في, الشارع بصح اون باراليل حنا رانا لو ريكوفرمون ويندر هذا سافو دير كاين العديد من الشباب راهي تسدد الديون ديالها يعني ترون انه سيؤثر على نفسيه المشاريع الناجحه لو يتم مسح ديون هؤلاء هي ما يكونش مسح ديون حنا ما نتكلموش على مسح ديون حنا كل يوم نرافقوا الشباب باش ينجحوا في المؤسسات المصغره تاعهم وايضا نرافقوا الشباب اللي عندهم دي ديفيكولتي كالك سوا في لو دو كريدي تاعهم عندهم دي ديفيكولتي باش يرمبورسي حنا نرافقوهم ميم البنوك راني يعني نقول البنوك العموميه راهم داروا درنا معاهم كونفونسيون وفتحوا البيبان تاعهم لكل مؤسسه مصغره متعطره يعني ما قدرتش تسدد الدين ديالها انها قالت لهم مرحبا بكم وندرسوا معكم كا باغ كا طيب لماذا هذا تعنت لمسح الديون؟ يا اخي ما هو تفسير الوكاله لما انا 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 الوكاله نفسر انني كل شاب م. تحصل على مشروع عن طريق جهاز لونسيج او لاكناك انه لازم يمارس النشاط دياله اون كاوين يعني لقى دي ديفيكولتي نقول له باللي ابواب الوكاله راهم هنا باش نلقاو الحلول الودية باش يرجع الدين ديالو كل كو سوا لو كريدي بونكار ولا لو بري اون سيج ولا راهو مقيد انه اليوم يكمل الدين ديالو وشاف روحو باللي ما يقدرش ويجيستيفي فينا لا ديفيكولتي دو رومبورسمون هذا بالنسبه للشباب اللي العدد مازال عنده والمؤسسه المصغره مازالها قايمه يعني كاين العدد طيب وكاين المؤسسه المصغره هل تشيرين الان انه في شباب من باع هذا المعدات كاينين بيان في الميدان يعني ما نقدرش نخفيو حاجه كيما هذه بصح ما راهمش يمثلوا نسبه كبيره بالنسبه للمؤسسات المتعطره المؤسسات المتعطره فيها العديد من يعني ال10% اللي لي, لي فون دو غارنتي لا رومبورسي هذوك مؤسسات اللي عندهم دي ديفيكولتي صح في الميدان وين العدد القهوه ولا وكاين الشباب اللي باع ليكيبمون تاعو هنا ماشي لو فون دو غارنتي اللي انترفي انترفي هنا الشباب يروحوا للعداله باسكو ما عندوش الحق الشاب انه يتصرف في العتاد اللي تحصل عليه عن طريق اجهزه الدعم ما راهوش العتاد ديالو راهو مرهون بالنسبه للبنك وبالنسبه للونساج او لكنار طيب بالنسبه للتي اشترت بالنسبه للذين اشتروا عتاد لانه في وقت مضى شفنا انه الكثير من معدات وعتاد تم تمويله عن طريق قنساج وكان يباع في السوق في السوق الموازيه. <applause> احنا انا نتكلم ل... لك على معدات متعلقه بالبناء في مجال البناء. شوف <applause> احنا نهضروا على لا لل... روبريز لل... داكتيفيتي لل... 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 كي تكون مؤسسه مصغره باغ اكزومبل دون لو كا دان دي سي يعني البروموتور توفى ربي يرحمه هنايا نفتحوا المجال لتسحب لي... لي الفريضه يعني كيديروا الفريضه من تاع يعني من العائله تاعو اللي يحب يغوبرون لو بروجي ديالو هنا ما كاين حتى مشكل لو بروجي يولي على اسمو ونكملو معاه وفيه ان انغاجمون انه يغومبورسي لو كريدي بونكير ولو بري أنسج. هنا بالنسبه للمؤسسه المصغره اللي تكون ما, يقدرش الشاب يعني عنده دي بروبليم دو سونتي ولا ما يقدرش يكمل في النشاط وهي مؤسسه ناجحه يعني ويقدر ولا راهو مليح وكامل هنا ثاني كنفتحوا له المجال انه يقدر يكون ان روبرونور دو لاكتيفيتي ونا كومباني وشنو لو روبرونور هنا لازم عنده يكون عنده شروط التاهيل باسكو بور بينيفيسي دي زافونتاج دو لونسيج لازم الشاب يكون عنده يستوفي كل شروط التاهيل اللي نص عليها القانون نعم يعني الى نعم قضيه الذين يبيعون المعدات احنا بالنسبه للشباب هذوك انا اللي شغا انا بالنسبه لي ما نعرفوش الشاري انا اللي آه عنده الحق هو سي بيان لو بروموتور اللي لي ان فاس دو موا لو بروموتور كون ا فينانسي انا نعرف هذاك لو بروموتور كي فيغور في لي فيشي ديالنا هذاك هو اللي نتابعو هذاك هو اللي نحوسو عليه هذاك هو اللي نخرجه للميدان نحوسو على المؤسسه المصغره ديالو باغ كونطخ لا دوزيام بيغسون انا منعرف نعرفوهاش في الميدان هل توجهتم نعم الى العداله في هذا الاطار؟ نعم كي يكون البيع نعم. العتاد بيان سور نتوجهو للعداله هل هناك ملفات كبيره؟ لا ماشي ما تمثلش مت نسبه كبيره لا القليل منهم اللي يروحوا في لافون دي زيكيب لا ماجوريتي سونت اليوم عنا نشوفوا مؤسس العديد من المؤسسات راحت ميم بور ليكستونسيون دو لور اكتيفيتي اليوم كاين مؤسسات تمولوا في 2000 الفي... في الديبي تاع لو ديسبوزيتيف راهم موجودين الى يومنا هذا في الميدان وين رجعوا مؤسسات كبيره وين فتحوا دي بوان دو فونت أن بو باغ يعني مقعدوش في الولاية وين يعني صار الإنشاء ديالو راح ميم في دوطخ ولاية وفي فتح دي زانكس لاكتيفيتي ديالو هنا يعني نشوفو باللي نجاعة ديسبوزيتيف نشوفوها بال# 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 باللي مؤسسات المساعدة اللي نجحت نشوفو دي 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 انتربريز اللي تفينونسيو 99 مازالهم في الميدان هناك مؤسسات مصغره تفينونسيو اون 2000 مازالهم واقفين هناك مؤسسات تفينونسيو العام اللي فات وين قدو هناك ميم دي ميكرو انتربريز لي رومبورسيو بار يعني ما سناوش ان يلحق المجال التسديد باش يدخلوا باش يسددوا الدين ديالهم هناك مؤسسات وين سدد الدين ديال سدوا الديون تاعهم قبل ما يلحق وقت التسديد طيب في فترة الصيف أطلقتم صيغة أخرى وهي التمويل الذاتي للمشاريع ربما الآن ما الذي يستفيد منه نعم. الشاب حامل المشروع الذي يمول مشروعه بنفسه نعم هي يعني في جهاز لونسي حبيت نذكر أننا عندنا صيغتين للتمويل هناك التمويل الثلاثي والتمويل الثنائي التمويل الثلاثي هو يعني بين الشاب الشاب لونسيج البنك. والبنك التمويل الثنائي هو بين الشاب والوكاله والونسيج واليوم يعني في الاونه الاخيره زدنا يعني اضافه اخرى يعني صيغه تمويل ذاتي وهذا التمويل الذاتي ان الشاب يمول المشروع تاعو بالاموال الخاصه ديالو ويتحصل على كل الامتيازات الاخرى التي تحصل عليها الشاف في التمويل الثلاثي او التمويل الثنائي. هنا واش حبيت نقول بال... بالامتيازات، هناك الامتيازات الجبائيه انه على حساب لامبلونتاسيون دو سون بروجي يعني وين ينشا المشروع تاعو يقدر يتحصل على ثلاث سنين اعفاء ضريبي. او ست سنين او عشر سنين على حسب لامبلونتاسيون دو بروجي وايضا يقدر يتحصل على سنتين اضافيتين بروغاسيون دو ans على حسب قانون الماليه تاع 2010 اللي يسمح للمؤسسه المصغره آه اللي الكري تخوا زومبلوا انها تحصل على تمديد الاجال تاع الاعفاءات ال لل بسنتين يعني اللي كدا ثلاث سنين يقدر يتحصل على يرجعوا خمس سنين كي يخلق ثلاث مناصب شغل دائما هذا pour انكوراجي la micro entreprise باش تروح فيغ لا وايضا عنده يتحصل هذا يعني الشاب اللي يحب يختار التمويل الذاتي ان يتحصل على الموافقة من طرف جهاز لونسيج وايضا انه يتحصل على التكوين اللي تقوم به اللي يقوموا به مكونين تاع لونسيج فيما يخص تسيير المؤسسه المصغره سيغ <صفيق> طيب. لو تكنيك de جيسون de la ميشونتبريز ما هي الشروط هي نفس الشروط هي شروط الاستفاده آه من امتيازات جهاز لون كل كو سوا بوغ لو تريونغوليغ يعني التمويل التلاتي او التمويل الداتي او التمويل الثنائي هي نفس الشروط انه يكون في حاله بطاله انه بيان سيغ بوغ لو فيونس مو ولا في مو ميكس المساهمه الشخصيه لا أنا تكلم أنا تكلم لك على التمويل الذاتي التمويل الذاتي انه يكون يكون عنده لازم يكون اون سيتياسيون شومر. شومور انه يكون عنده كاليفيكاسيون في الدومين لاكتيفيتي اللي راح يعني ينشا فيها مؤسسه هي نفس الشروط اللي نفرضوها على التمويل الثلاثي او التمويل الذاتي التمويل الثنائي يطبقوها على التمويل الذاتي نفس المراحل الانشاء اللي مر بها الشاب كيما التمويل الثنائي والثلاثي يعني ميم ليدي دو دي بروجي ديالو راح على اللجنه المحليه تدرسها وتشوف باسكو اللجنه المحليه هي اللي تقرر فيما يخص مردوديه المشروع ومكانه المشروع على المستوى المحلي سافي دير ميم لي بروجي في لازم يمروا على اللجنه المحليه وهي تقرر في 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 الناتجور. هذا نعم ولي بروجي سي نفس المجالات تاع لي هي نفسها اللي يعني اون انكوراج فيها لي جون في الثلاثي او الثنائي او الذاتي طيب سي سيده سميره جيدر المديره العامه للوكاله الوطنيه لتشغيل لدعم تشغيل شباب ربما رساله اخيره بالنسبه للذين يطالبون بمسح ديون انا واش نقول يعني للشباب اللي يطل... <تصفيق> 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 انا اللي يعني وش نقول للشباب اللي يطالب بمسح الديون انا نقول لهم ابواب الوكاله مفتوحه اننا نقدروا نلقاو دونتونت بوغ ان دو لا تاعهم وايضا بالنسبه للبنوك انهم تقدر تدرس اعاده جدول الديون تاعهم ون... ون وعلى بالي بلي نقدروا نلقاو الحل يعني ودي اللي هذه المؤسسات المتعثره في في استرجاع الديون ديالها سميره جيدر المديره العامه للوكاله الوطنيه لدعم تشغيل الشباب والساج شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وهذه المعلومات التي قدمتها اليوم في برنامج مع الحدث مشاهدينا طيب. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة.. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.. إلى اللقاء..